بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا مزيان وتكونوا ديما في احسن حال. مرحبا بكم في قناة مريم المتنوعة. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا بغيت نوريكم كيفاش كنحضر الفوشار او الذرة المالحة. كتجي مقرمشة وزوينة وكتجي كمية كبيرة، بقاو معايا تشوفوا الطريقة. عندي هنايا كأس صغير ديال زيت المائدة، وعندي هنايا ذرة يابسة، شريت جوج دراهم، هادي غير جوج دراهم ديال الذرة يابسة، عطاتني هاد الزلافة هادي. وعندي هنا القليل من الملح، هادشي اللي كنحتاجو باش كنحضرو الفوشار. كتجي رائعة بحال اللي كنشريو. كنجيب كاسرونة بحال هكا غارقة ولا جميلة، وكنضيف ديك الزلافة ديال، كنوضعها فوق البوطة وكنضيف ديك الزلافة ديال الذرة يابسة، كنضيف ديك نصف كأس صغير ديال زيت المائدة، كنبقى نحركو. وغادي نضيف الملحة، كما كتشوفو كنحركو غير شوية باش عاد غادي نغطيها. غطيتها بهذا التبصيل هذا، باش ما بغيتو تغطيوها يبغى اللاقة يا التبصيل باش غتبقى ترتق. مرة كنبقاو نحركوها عاد كنرجعو نغطيوها. كما كتشوفوا هي بدات كترتق، فخصني نكون مغطياها. غير بغيت نوريكم يعني الطريقه كيفاش هذاك الزيت هو اللي كيخليها تجي مقرمله، يعني كتجي رائعه. دابا غادي نغطيها باش ترتق على خاطرها، دابا راه كترتق عليا انا. كما كتشوفوا هي تقريبا يعني طابت، غير كتوجد لينا، راه خص نكونوا مغطينها. غير كنوريكم يعني كيف قلت لكم الطريقه كيفاش ضروري تكون مغطيه. هذا هو الشكل النهائي ديال الذره المالحه او الفوشار، كتجي رائعه وكتجي مقرمشه. كنوجدوها يعني في الدار على يدينا وسهله، وكتوجد طاغي في 10 دقائق كتوجد لينا. وجربوها، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. جربوها بهذه الطريقه، راه جد سهله وغير جوج دراهم ديال الذرة يابسة، عطاتني هاد الكمية كاملة، كتعطي كمية كبيرة. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. ما تنساوش دعموني باشتراك وتفعلوا الجرس وتخليوا لايك. الى فيديو اخر، مع السلامة.